السياسة الخارجية للعراق لا تزال حائرة بين التردد الإيراني والتردد الأمريكي، لا تزال حائرة بين التردد التركي والتردد العربي، لا تزال غير واضحة في مسألة الحشد والميليشيات والسلاح المنفلت وتأثيراتها وامتداداتها إلى خارج العراق، هاي كلها غير واضحة بسياسة العراق الخارجية بالرغم من كفاءة وزير الخارجية هو تحديدا، لكن تعرف حضرتك اليوم بالعراق ماكو وزير عنده صلاحيات مطلقة مطلقة، كلها تابعة إلى تراتبية في اتخاذ القرار. اي ولهذا انا ما اعتقد العراق راح يقدر يلعب هالدور هذا اللي نتوقعه في مسألة العلاقات الخارجية